حاول التقدم سامي، حاول ينطلق للأمام، سبق واللعب للترجي المغربي سامي هين، محاولة خطيرة 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 وزيادة زيدان عبد الجبار كان ممكن يضع أول أهداف المباراة، حالة التسلل غير موجودة. زيدان عبد الجبار أخطر لاعبي كربلاء على مرمى نفط ميسان، عملية تغيير اللعب أقرب لسجاد، رعد داخل منطقة الجزاء خطيرة، رضا محاولة مستمرة، وهنا علي كريم، الله، هدف روعة عن طريق لاعب الوسط مشتاق طالب، الله يا مشتاق طالب يسجل هدف رائع. أي أهداف يسجلها كربلاء من خلال هذا الموسم، وقبل هذه الجولة كان الهدف الجميل اللي كان عن طريق باقر عطوان، وهنا مشتاق طالب يسجل هدف روعة في مرمى نفط ميسان. لاحظ الإعادة، لاحظ هو أخذ الكرة على الصدر وبالتالي سددها.